السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. نكمل الحلقة تبعت الأبديت. أوكي، إحنا سوينا الفورم وجبنا الرقم تبع الموديل آي دي وجبنا البيانات اللي هي السلاج والتايتل والبادي والصورة السابقة الأصلية. أوكي، وإذا بدنا نحمل واحدة ثانية إنه تظهر الصورة الثانية بجانبها. أوكي تمام، الآن بيظل علينا إنه نبني الفانكشن في الكومبوننتس. أوكي، في اللايف واير كومبوننت. خلينا نيجي نشوف مع بعض. المفروض انه كمان هذه الاي دي خلاص نحذفها لانه وصلت معنا، بس قبل ما نحذفها هذه الموديل اي دي المفروض انه احنا هنا نساوي اذا كان الموديل اي دي اذا كان موجود فمعناته نسوي ترانسليت عنوان ثاني، او في حاله اذا ما كان موجود انه يكون كرييت بوست، فمعناته انا بدي اسوي هنا ابديت بوست. خلينا نيجي نشوف ريفرش ايديت. اوكي ابديت بوست، لو سوينا كرييت هنا ضل عندنا ابديت بوست، معناته انه البيانات لسه موجوده. المفروض انه لما اغلق الموديل هذا المفروض انه هو يمسح لي البيانات كامله. تمام، طيب كيف نسويها هذه؟ هنروح على الموديل تبعنا، في عنا في الستور احنا اضفنا شغله انه بعد ما يساوي فيزبل يسوي لي ريسيت للداتا. اوكي، فمعناته هنا في الشو كرييت اول حاجه انه يسوي لي ريسيت للموديل، وبعدها يجيب لي الموديل فاضي. اوكي، وكمان في الابديت. اوكي، اول حاجه يسوي لي ريسيت، بعديها يسوي لي فيزبل، وبعديها الموديل اي دي، وبعديها يسوي لي اللود داتا. معناته انه يسوي لي ريسيت في الاول اذا كان في بيانات من الكرييت. اوكي، فمعناته خلينا نسوي ريفرش، لو سوينا كرييت جاب لنا بيانات، اضفنا بيانات. اوكي، نختار صورة، نسوي الغاء. لو سوينا كرييت ظل عندنا اللي هو البيان اللي في الصورة والبيان اللي في البادي. اوكي، طيب لو سوينا ايديت ظل عندي اللي في الفايل. اوكي، فكيف بدنا نسويها هذه؟ خلينا نشوف. هنيجي على الموديل داتا. اوكي، نسمي مينيمايز لهذول الموديل داتا. وين الموديل داتا؟ هذا الموديل داتا. اوكي، انا مسويها اري انه هو يجيب لي البيانات، فمعناته انا عندي مشكله في الايمج هنا. فايش اللي انا راح اسويه؟ راح اشيل الريتيرن هذه واخليها مثلا اعرفها بمتغير اسمه داتا يساوي. اوكي، بعد البادي راح اسكر الموديل. اوكي، البيانات، فمعناته انا بيظل عندي الايمج هنا. راح اسوي اف ستيتمنت. اوكي، اف اذا كان عندي this post image لا يساوي فاضي او null. اوكي، معناته ضيف لي اللي هي هذه الايمج الداتا ايمج، نضيف عليها الداتا لانه عباره عن array، ونشيل السهم هذا يكون this post image name. اوكي، وهنا نحكي له return data. نيجي نشوف refresh. اوكي، create post، هنا نسوي بيانات. ونسوي close. اوكي، لما نسوي update ظلت عندنا الايمج هنا لكن جاب لي البيانات. طيب لو ضغطنا على هذه، لا نشوف صورة ثانية. اوكي تمام، بس المفروض انه انا لما اسوي edit يكون null. تمام، هنيجي هنا على الفانكشن تبعنا على الكومبوننت، في عندنا اللي هي الريسيت.
موديل فورم ريسيت، في عنا الايمج وفي عنا البوست ايمج. اللي موجود هناك اللي هو البوست ايمج نيم الظاهر، فنسوي له كمان هو نال، وكمان بالمره خلينا نسوي للموديل اي دي اوكي نسوي له نال. فمعناته انا هيك فضيت جميع البيانات. سوي ريفرش ابديت اوكي كرييت اوكي، في عندي هذه البوست ايمج. لو سوينا ريفرش كرييت وسكرنا هذا اوكي، نرجع مره ثانيه للكرييت، جاب لي البوست ايمج. فالمفروض انه انا اول ما احمل الموديل المفروض اني افضي اللي هو التكست اريا اللي فيها الكونتنت بودي اوكي، البودي كونتنت. طيب كيف هذه بدنا نسويها؟ نيجي هنا على، طيب احنا ممكن نتحايل عليها عشان نسوي تغطية اللي هو CK Editor اوكي. لو نتذكر انه احنا سوينا في Show Update Model انه لما يفتح الموديل انه نسوي Update Post Image اوكي، خلينا ناخذ هذه الكوبي ونسوي هنا Paste بدل Update Post، نحكي له مثلا هنا Create New Post Image. هناخذ هذا كوبي اوكي ونروح على البوست تبعنا، هننزل تحت على الجافا سكريبت اوكي عند اللايف واير، المكان اللي سوينا فيه اللايف واير ابديت بوست ايمج، ممكن نسوي له دوبلكيت هذا اوكي، وبدل الابديت بوست ايمج هنسوي الكرييت نيو بوست. لو نلاحظ الاديتور دوت سيت داتا وبعديها قيمه البادي كونتنت، هناخذ هذا اوكي ديليت ونسوي كوما كوما اوكي اللي هي انه قيمه فاضيه. طيب خلينا نشوف، نسوي ريفرش سكر هذا، نسوي ايديت اوكي. حاليا عندنا فيرست بوست، هنضغط في اي مكان عشان نسكر الموديل هذا. لو سوينا كرييت بوست اوكي تمام، سوى لي له مسح. حاليا جميع البيانات عندي ممسوحه. لو سوينا ايديت مره ثانيه اوكي، سوينا كرييت اوكي تمام جميل جدا. لو سوينا كرييت وحطينا بيانات وحطينا صورة وضغطنا برا الموديل عشان نسكر الموديل ورجعنا مرة ثانية كرييت اوكي تمام، سوالي كل حاجة ما عدا الايمج هذه ظلت فيها الاثنين اللي هي النيم تمام اللي هي بوست ايمج. طيب البوست ايمج المفروض انه هنا الموديل ريسيت. طيب مش مشكله، اصلا هو انت لو ضغطت عليها هو ما بحمل الصوره عليها. ف خلينا ننتقل لمرحله الابديت حاليا، نبني الابديت تبعنا اوكي، نسوي هذا مينيمايز، نيجي عندنا على الابديت، عندنا الابديت اوكي شو ابديت موديل. المفروض انه هنا عندنا في الموديل برضو انه نغير الزر هذا تبع كرييت بوست للابديت اوكي، مثل ما سوينا في التايتل اوكي، اذا كان في عندنا موديل اي دي انه يعطيني الابديت. معناته انا هسوي هنا اف ستيتمنت، اف الموديل اي دي اذا كان موجود فمعناته هذه هات لي اياها كات، سوي لي هنا الابديت else اوكي، هنا سوي لي الكرييت، طبعا الكرييت هذه وهذه الابديت، انه اذا كان الموديل اي دي موجود معناته خلي لي زر اسمه ابديت بوست، ولما اضغط عليه واير كليك انه يوديني على الفانكشن تبع ابديت مش على الفانكشن تبع الكرييت الستور تمام. خلينا ناخذ هذه الابديت ونروح على الكومبوننت تبعنا تحت الستور، نسوي له ابديت public function ابديت وبعديها نبني البيانات تبعتنا. طيب خلينا نشوف ايش عندنا، في عندنا الفاليديشن اوكي
اللي هي الرولز اللي سويناها. طيب الرولز انا عندي السلاج، اوكي السلاج هذه انا مسويها ريكوايرد وانها تكون يونيك على البوست. طيب انا لو بدي اعدل واحد من البوستات المفروض انه هو كمان يستثني هذا البوست من الاتريبيوت هذا اليونيك، اوكي فمعناته ايش راح اساوي هنا في اخر حاجه؟ اعطي له امر اللي هو اجنور. ايش اجنور لايش؟ اللي هو this model id. تمام، معناته انه الرول هذه هتكون للكرييت ولا الابديت. اذا كانت موجوده في الابديت هيكون يونيك، اوكي اذا كانت في موديل اي دي هيسوي له اجنور. تمام، طيب عندي البوست ايمج المفروض انه هو يكون ريكوايرد في حاله الكرييت لانه في الابديت موجود اوريدي صوره، فمش المفروض انه انا اغير الصوره في كل ما اسوي الابديت. فمعناته انا بدي اشيل الريكوايرد هذه اوكي واحولها ل ريكوايرد اف، اوكي هسوي له ريكوايرد اللي هي رول ريكوايرد اف، يعني هتكون ريكوايرد عند تحقق الشرط اللي هو ايش؟ انه ما يكون عندي موديل اي دي، فهقول له اكسلمنيشن اللي هي علامه النفي وبعدها ديس موديل اي دي. اوكي تمام، هيك احنا خلصنا تقريبا من الرولز، فمعناته نرجع نكمل اللي هي الفاليديشن. احنا سوينا الفاليديشن اوكي تمام، خلصنا منه. المفروض انه حاليا يشيك لي اذا كان في صوره او لا. فمعناته اول حاجه بدي استدد البوست هذا، هحكي له بوست يساوي البوست من الموديل، اوكي موديل بوست وير الاي دي يساوي اللي هو this model id. اوكي سوي لي عليها first هنا نحكي له if statement اذا كان موجود field تبع الفورم هل في يوجد صورة اللي هي post image، اوكي not equal null، فمعناته سوي لي الامر التالي. ايش بعد هيك؟ انا بدي استدعي اشوف اذا كان في البوست اصلا صورة او لا. اذا كان في صورة عشان يحذف لي الصورة القديمة، فمعناته if البوست image not equal null سوي لي الامر التالي اللي هو انه شوف لي اسم الصورة عشان احذفها. تمام، اسوي if statement نستخدم اللي هو الامر تبع اللارافيل اللي هي الفايل، نتاكد من الفايل اذا كان موجود عندنا فايل اللي هي من eliminate support facades، اوكي exist اللي هو اسم الملف اللي هو images slash dot اللي هو البوست image. تمام، اذا كان موجود معناته سوي لي الامر التالي اللي هو unlink اللي هي عملية حذف الصورة من المجلد اللي هي images slash dot واسم الصورة post image. معناته أنا لحد هنا خلصت حذف الصورة، فمعناته إيش اللي بعديها؟ المفروض بعد ما أحذف الصورة المفروض إنه أنا أرفع الصورة مرة ثانية اللي هي الجديدة، أوكي مثل ما سوينا في الستور. أنا أخذ السطرين هذول نسوي لهم كوبي ونسوي لهم بيست هنا، أوكي إنه نسوي لي بوست إيمج نيم اللي هو الاسم الجديد للصورة اللي إحنا بدنا نرفعها ونسوي لها هاش على الام دي 5 وبعديها نعطي له الاكستنشن وبعديها نسوي عملية الرفع بالستور از على الروت اللي هو هيكون مجلد الايمجز،
اوكي، وهنا اسم الصورة الجديد، وهنا هنستخدم اللي هي الفايل سيستم اللي هي الابلودز اللي سويناها في الاب في الكونفيج في الفايل سيستمز. انضفنا هنا الحلقات الماضية اللي هو الدرايفر تبع الابلودز، تمام. طيب بعد ما خلصنا عملية الرفع ايش راح نسوي؟ بدنا نسوي ابديت للداتا. اوكي، فمعناته اقول له بوست ابديت اللي هو ايش؟ البيانات اللي جايه من الفورم اللي سويناها احنا اللي هي الفورم موديل. اوكي، الموديل داتا اللي هي هذه. نرجع هنا نحكي له this model data. اوكي، بعد ما خلصنا الابديت فمعناته انا بدي اسكر الموديل، فمعناته هحكي له this model visible form visible يساوي false، تمام. وبعديها نسوي ريسيت للفورم. اوكي، اللي هي على طريق عن طريق ديس ايش سويناها؟ ريسيت موديل فورم ريسيت، تمام. وبعديها نسوي اللي هو الاليرت هذا، ناخذه كوبي ونسوي له هنا بيست، نقول له سكسس، هنا بدل ادد تصير ابديتد، تمام. خلينا نيجي نشوف مع بعض ايش صار بالفورم. نسوي ريفرش، خلينا نحذف هذا اول عنوان، اول عنوان مقال لانه ما في صورة. نسوي له ابديت. اوكي، نسوي له ابديت، تمام. الان رفعنا صورة على اول عنوان مقال. اوكي، لو يجينا هنا مرة ثانية نعطي له محدث مثلا. اوكي، لو سوينا على ما اعتقد انه هنا اصلا هذا السلايد ما هيكون له اي افكت على الداتابيز. اوكي، لانه هنا بس مجرد عرض. اوكي، فلو سوينا ابديت. اوكي، لاحظ انه هو حدث لي على طول التايتل، تمام. معناته هيك احنا خلصنا من الابديت. الحلقة الجاية بدنا نشتغل على الديليت. اوكي، يعطيكم العافية. اذا كنت اول مرة تشوف القناة لا تنسى تشترك في القناة والاعجاب ومشاركة القناة، ودعوة في ظهر الغيب، ويعطيكم العافية.